عباد الله، أدعوكم إلى مخافة الله وأحذركم من المنافقين، لأنهم ضالون، والضالون آثمون عتاد ارتكاب الإثم، لا يثبتون على موقف ولا يسلكون سبيلا حتى نهايته، يطرقون كل سبيل لتضليلكم، ويتحاملون من كل جهة لسد سبيلكم. ظاهرهم سليم وباطنهم مريض، يسيرون متخفين كالحيوان الزاعف الضار والسام. ظاهرهم دواء وقولهم يشفي القلوب، لكن عملهم داء بلا دواء، يسلبون الناس راحة البال ويزيدون من مصائبهم، ويزرعون اليأس في نفس كل متأمل. يتظاهرون بالطيبة ويذرفون الدموع عند كل مصيبة وحزن، ويتملقون لبعضهم البعض، وهم ينتظرون الأجر والإثابة من بعضهم البعض. إن أرادوا الملامة غالوا، وإن أرادوا التحكيم أفرطوا. يقولون وخلاف الحق يعملون، يأخذون ولا يعطون، يسهلون طريق الضلال على أتباعهم، ويدعونهم يتخبطون في منعطفاته الوعرة. إنهم أنصار الشيطان وحطب نار جهنم، واعلموا أن أتباع الشيطان لخاسرون.